الله قبل مغادرته، ده احنا اصرينا ان احنا نقترحه واصرنا ان احنا نعمله قبل مغادرته، هيلتقي ب 12 او 13 شركه من من من, من كبرى الشركات النمساويه العامله في المجال. الاربعه ولا الثلاثه؟ الاربعه. الاربعه الصبح. وايضا هيكون في مجموعه محدوده جدا من رجال الاعمال المصريين اللي بيشتغلوا مباشره مع النمسا في مجالات مختلفه، هيبقى في نوع من النقاش، ودي منظماها معانا الغرفة التجارية النمساوية اللي هي بتمثل وزارة التجارة عندهم مصر، بحيث ان يكون في حوار يستمع الجانب النمساوي من الرئيس مباشرة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويستمع عن المشروعات القومية، ويستمع لما تشهده مصر من رأس الدولة، عشان الإعلام احنا في النقاش معاه او في منافسة معاه دايما علشان الصورة بتاعت مصر تبقى دايما صورة إيجابية.